الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. هو استخدم ده ولا ده؟ انتوا مديني استخدم ده؟ بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. تمام. شفاكم عيد، انتوا واضح عندكم امتحانات كلكم فعلا زي ما بيقول استاذ بشوي، ربنا معاكم. اللي ما حضرش النهارده ممكن يكمل معانا، مش حضرتك بتنزلوها؟ طب تمام، عشان بس ما يبقاش قاطع معاهم حاجه. يعني احنا وقفنا اخدنا المره اللي فاتت ميلاد السيد المسيح وطفولته، تمام، ويمكن وصلنا لغايه المعموديه ووقفنا. بس ارجع تاني اقول عشان ابتدي على طول السنه الاولى لخدمه السيد المسيح، ان قلنا ان في حاجه اسمها سنوات الصمت، يعني صمت الوحي عن انه يتكلم من اخر موقف حصل للسيد المسيح وهو عنده كام سنه؟ 12 سنه بالظبط كده. معلمنا لوقا ذكر حادثه وقال السيد المسيح عنده 12 سنه، وقلنا دي كانت مهم انه يذكرها عشان دي عاده عند اليهود بيسمى ابن الشريعه، هو بيمتحن وبيبقى هو كده انتقل من مرحله الطفوله لمرحله الصبا، يعني المرحله اللي بيبقى فيها اسمها البلوغ زي ما عندكم كده مثلا، اللي هي الشباب وصل بعد سن الشباب. فكان لازم يتعلم مهنه، وهو فعلا اتعلم حرفه النجاره، وفي نفس الوقت بيمتحن في التوراه ويسمى ابن، ولو نجح فيه يسمى ابن التوراه. وطبعا السيد المسيح نجح فيه بتفوق يعني. فلغايه بعد كده الوحي صمت خالص، قعد فتره ما بيتكلمش لغايه اما وصل سيدنا السيد المسيح كام سنه؟ 30 سنه. برافو عليكم، لان دي سنه خدمه اللاوي اللي هنا ايام اليهود، اللي هو يترسم كاهن في اللاويين، الكهنه يترسم من سن 30 سنه، واحنا اخذنا برضو العاده دي تقريبا، ما زلنا ان الكهنه ممكن بيبتدوا من سن 30 سنه. فالسيد المسيح بدا خدمته من سن 30 سنه. الاباء المفسرين والاباء الدارسين للكتاب المقدس وصلوا ان السيد المسيح خدم 3 سنين وثلث. طب عرفنا منين ان هو خدم 3 سنين وثلث؟ من معلمنا يوحنا. انجيل معلمنا يوحنا انا قلت لكم قبل كده ان هو ركز على خدمه اليسوع، خدمه السيد المسيح في اليهوديه، اليهوديه اللي هي تحت اللي فيها اورشليم. كان كل زياره للسيد المسيح في اورشليم معلمنا يوحنا يكتبها، لان كان بيحصل فيه مجادلات بينه وبين رؤساء الكهنه. طيب كان عندهم قلت لكم في الشريعه ان لازم يحضروا عيد الفصح اللي هو يحجوا، ويحضروا عيد الفصح فين؟ في اورشليم، صح؟ فالسيد المسيح عرفنا من انجيل يوحنا ان هو حضر 3 اعياد فصح، والرابع كان هو فصحنا اللي هو اتصلب فيه السيد المسيح. يبقى كده لو ابتدينا ان السيد المسيح ابتدى مثلا من اول يناير، يبقى 3 سنين وثلث، لان دايما عيد الفصح بيجي في شهر 4 اللي هو عيد زي عيد القيامه كده، بيجي بعد اسبوع الفصح، تمام؟ فيبقى 3 سنين وثلث، وبعد كده السيد المسيح اتصلب اللي هو كان فصحنا في العيد الرابع. طب الاباء الدارسين الكتاب المقدس سموا السنين دي اسماء، ادوها اطلقوا عليها اسماء. قال اول سنه لخدمه السيد المسيح اللي هي السنه الاولى والسنه الثانيه والثالثه. السنه الاولى سموها سنه التعارف، يعني انتم ما يعرفوش حاجه لسه عن المسيح عشان يامنوا بيه، فاسمها التعارف، فيبتدوا يتعرفوا عن المسيح وعن خدمته وعن كراسته. السنه الثانيه بيسموها سنه الانتشار او الخدمه في الجليل. ليه؟ لان معظمها 90% منها كانت خدمته في الجليل. فين الجليل؟ احنا عرفنا بقى خلاص المناطق، اما اتكلم واقول منطقه على طول دماغكم تتخيل انا فين ولا ايه، صح؟ انا شرحنا الخريطه عشان كده. معظم السنه الثانيه لخدمه السيد المسيح اللي هي اسمها خدمه الانتشار هي في الجليل. ايه راحت فين؟ عايزه اشرح بس بيها اللي هي الخدمة في الجليل أو سنة الانتشار. السنة الثالثة طبعا بعد السيد المسيح ما كان اتعرفوا عليه والتانية بقى فيه انتشار اسمها سنة المقاومة. يبقى الخدمة السنة الثالثة للسيد المسيح اسمها المقاومة. ليه المقاومة؟ بدأوا اليهود يترصدوا للسيد المسيح، يتربصوا له، يشوفوا له أي أخطاء عشان إيه؟ يتصيدوا له أخطاء ويقاوموه. وانتهت السنة الثالثة طبعا بأسبوع الآلام وصلب السيد المسيح. طيب دوت تعريف الاباء او الدارسين الكتاب المقدس بسنوات خدمه السيد المسيح. انا قلت لكم ان زي ما قلنا كده انجيل معلمنا يوحنا ركز على الخدمه هنا في اليهوديه اللي هي في اورشليم هنا، اما انجيل معلمنا متى ومرقس ولوقا اهتموا ببشاره او خدمه السيد المسيح في الجليل هنا. ده الجليل اللي هو فيها كفر نحوم وطبريه والناصره ونعين، دي منطقه الجليل، وادي بحر الجليل. طيب السيد المسيح بدا قلنا بدايات الخدمه، عشان الخدمه تبتدي ايه البدايه؟ اول حاجه يبقى في استعدادات للخدمه، فيبقى يبتدي بمين؟ بيوحنا المعمدان، بميلاد قلنا يوحنا المعمدان.
ويوحنا المعمدان خلاص احنا وضحنا ده في ميلاده، لكن يوحنا المعمدان بدأ خدمته كمان قبل السيد المسيح، فكان بيعمد وكان بيدعوهم إلى التوبة. بعد كده وقفنا عمد معمودية السيد المسيح، إن السيد المسيح راح عشان يتعمد عمد يوحنا. تعالوا بصوا نشوف ازاي المسيح هيتحرك ازاي. اهو السيد المسيح نزل من الناصرة وراح بيت عبرة عشان يتعمد السيد المسيح. بس انا عندي سؤال، ملناش دعوة بالسهم، هو السيد المسيح مشي كده؟ مشي ازاي؟ برافو، انتم صحصحين كده شاطرين. السيد المسيح ما مشاش كده ابدا، هو كان هو بيوريني بس اهو من نزل من الناصرة راح بيت عبرة اللي هو المكان اللي كان بيعمد فيه يوحنا، لكن السيد المسيح مشي نزل كده عبر نهر الاردن ومشي بمحاذاه نهر الاردن ووصل الى بيت ايه؟ عبرة. يبقى السهم بس اللي انا اللي هو ماشي كده ده بس بيوريكم انتقاله من مكانه للمكان، لكن مش ده الطريق فعلا اللي مشي السيد المسيح. خلاص، فعلا السيد المسيح اتنقل وتعمد على ايد يوحنا المعمدان. وطبعا زي ما قلت لكم لو حابين نحضر موضوع عن المعموديه بنجده فين؟ احنا بنتعمد كم غطسه؟ 3. يبقى نجده فين؟ في انجيل في الاصحاح الثالث معلمنا متى، الاصحاح الثالث معلمنا لوقا، الاصحاح الثالث معلمنا يوحنا. طب ومعلمنا مرقس قلنا عشان مختصر وقصير في الاصحاح الاول. افتكروه بقى كده، اي تحضير اي حاجه عن المعموديه بيتكلم في الاصحاح رقم 3 في اي انجيل ما عدا انجيل مرقس. ماشي، يبقى افتكروها علموها ب3. طيب وامال طب هتقولوا لي معلمنا يوحنا، لا معلمنا يوحنا اكد على المعموديه بالميلاد من الماء والروح اللي هو لقائه مع نيقوديموس، واكد ان الميلاد بس مش هيبقى بالمعموديه التوبه لكن لازم بمعموديه اللي هي الحلول الروح القدس، ان لم يولد من الماء والروح لن يدخل ملكوت السماوات. يبقى معمودية متى ولوقا بتشرح معمودية المسيح نفسها اللي هو ما يوحنا عمد المسيح. طب معلمنا يوحنا لا، قال لقائه مع نيقوديموس وان هو شرح ان مهم جدا الميلاد بالروح اللي هو الميلاد من الروح القدس مش بس معمودية التوبة. تمام، فدوت كده عن معمودية السيد المسيح. طبعا دي معمودية بنقول عليها باب الأسرار، ده أول حاجة لازم ندخل عشان ندخل أي خدمة كإنسان مسيحي، يبقى أول حاجة المعمودية. تاني حاجة إيه؟ أنت جاي مقبل على الخدمة وعايز تخدم، قلت لكم الآية الجميلة اللي بيقولها معلمنا يشوع بن صراخ، يا ابني إن أقبلت للخدمة الرب الإله فإثبت على البر والتقوى وأعد نفسك للتجربة. يعني في تجربة؟ أه، هيبقى في تجارب. طب المسيح بقى هو مثلنا، هو برضو عايز يعلمنا، انا طالما هبتدي خدمه يبقى لازم هيدخل في ايه؟ في تجربه. وتعالوا نبص ونشوف السيد المسيح اتنقل بعديها والتجربه على الجبل. راح اهو بريه يهوذا وتجربه يسوع على الجبل. تجربه يسوع على الجبل طبعا احنا عارفينها كلنا، لسه كنا حد التجربه وعلمنا فيها السيد المسيح ازاي نتغلب على عدو الخير، بقولنا بثلاث حاجات، الصوم والصلاة وكلمة الكتاب المقدس، لأنه مكتوب. كان بيحاوره ويقوله لأنه مكتوب كذا، فيبقى السيد المسيح عايز يقولك إن أنت محاربتك أنت طالما ناوي تخدم أهم حاجة يكون في سلاحك 3، صوم صلاة كتاب المقدس، صوم صلاة كتاب المقدس. أنت بكده هتغلب إيه؟ عدو الخير. بعد السيد المسيح معلمنا التجربة يقولك كده الكتاب المقدس، راح عند بيت عبرة تاني، بدأ السيد المسيح يكون مين؟ أنا قلت لكم دلوقتي إحنا داخلين حرب، فعشان أعمل حرب لازم معايا جيش، فالجيش كده يقول لك صف أول وصف تاني، فالصف الأول مين؟ التلاميذ، الصف التاني 70 رسول، فالسيد المسيح بدأ يكون الجيش بتاعه، مين الجيش؟ التلاميذ، لكل تلميذ دعوة خاصة بيه، يبتدي السيد المسيح يدعو تلاميذه، أول ناس دعاهم فين؟ هو لما دلوقتي راح المعمودية وعمد، مش يوحنا شاهد للسيد المسيح؟ طب مين كان من تلاميذ يوحنا وشافوا السيد المسيح؟ مين يعرف مين كان من تلاميذ يوحنا المعمدان؟ أندراوس ومين؟ لا، ها؟ حد يقول؟ يوحنا الحبيب اللي هو يوحنا، كان هو يوحنا وأندراوس، يوحنا ابن زبدي وأندراوس كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان. فلما شافوا السيد المسيح ويعني انبهروا بيه، السيد المسيح دعاهم وقال ليوحنا وبطرس، يوحنا قصدي وندراوس، وندراوس هو اللي راح دعا بطرس اخوه، ويوحنا راح دعا يعقوب اخوه، بس الدعوه هتتكرر تاني. هنا يقول لك دي الدعوه الاولى، الدعوه الاولى ليوحنا وبطرس. هو في دعوه تانيه؟ اه،
ايه اللي حصل؟ ان السيد المسيح دعاهم الدعوه الاولى. عارفين كده انا دايما بمثلها زي الشماس والكاهن، كان الشماس بيجي يخدم ويروح شغله ويرجع تاني يخدم ويروح شغله. الدعوه التانية تمت عند بحيره طبريه، هنشوفها في السنه التانية او في السنه اللي في السنه التانية في بدايتها هنلاقي السيد المسيح بيدعو تلاميذه وهم عند بحيره طبريه، اللي هي لما قال لبطرس القي الشبكه وادخل الى العمق فاصطاد سمك كتير، وقال له يا رب اخرج من سفينتي انا ما استاهلش. فالقصه دي كانت الدعوه الثانيه لبطرس وليوحنا. بعدها يقول الكتاب المقدس ترك كل شيء وتبعاه. من بعدها لم يذكر الكتاب المقدس ان يوحنا وبطرس راحوا اصطادوا، الا لما المسيح امر بطرس يصطاد عشان يطلع الفلوس ويدفع عنه الضريبه. غير كده ما كانوش بقى خلاص بيشتغلوا، قاعدين مع المسيح. زي ما قلت لكم بمثلها بالشماس والكاهن، الشماس بيجي يخدم دي الدعوه الاولى ويروح يرجع شغله ويرجع تاني يخدم ويرجع شغله. طب الكهنوت لا، ترك كل شيء، بقى بنسيب شغلك وتيجي وتخدمني تتفرغ لي، فيبقى يترك كل شيء وايه ويتبع. فيبقى تمت الدعوه بالذات ليوحنا وبطرس على مرتين. دي الدعوه الاولى اهي في الاول خالص، تم الدعوة ليوحنا واندراوس، واندراوس راح دعا بطرس وقال له تعالى وجدنا مسيا. يبقى الدعوة الأولى تمت فين؟ في بيت عبرة ليوحنا وبطرس واندراوس. بعد كده السيد المسيح يبتدي يتنقل ويقابل مين؟ الدعوة الثانية. خلاص السيد المسيح المفروض في الطريق اهو للجليل، طبعا برضو عارفين هيمشي ازاي، السهم ده ملناش دعوه بيه، هيمشي برضو زي متفقين عليه جنب النهر الاردن ويوصل للناصره. واثناء ما هو في الطريق الى الجليل يقول لك كده دعوه فيلبس من بيت صيدا، ان فيلبس ده كان من بيت صيدا. بيت صيدا اللي فوق دي اللي احنا اللي ممكن نشوفها فوق، هي مش ظاهره. طيب بيت صيدا فوق كفر نحوم كده شويه فوق، يعني لو ايه بيت صيدا، بص هي مش ظاهره هنا بس هي بيت صيدا هنا اهي. خلي بالكم الكتاب المقدس فيه اتنين بيت صيدا، في دي بيت صيدا اللي حصل فيها اشباع الجموع، وفي بيت صيدا تانية فوق كفر نحوم هنا، يعني على نهر الاردن في جزئين، بيت صيدا هنا وبيت صيدا هنا. دي بقى بيت صيدا الجليل اللي هي مكان بطرس، مكان بطرس ومكان فيلبس بالميلاد. ففي بيت صيدا انا قلت لكم ان الكتاب المقدس فيه مدن اتكررت مرتين، مش شايفين؟ لا سور وصيدا دي حاجه تانية، سور وصيدا دي في ليبيا، في فينيقيا، اقليم فينيقيا اسمها صيدا، هنا بيت صيدا. كلمه بيت صيدا مكان الصيد، بيت الصيد دي كانت عند ملتقى نهر الاردن ببحر الجليل اهي، عند الملتقى هنا هو دي بيت صيدا. جزء منها في الشرق وجزء منها في الغرب. اللي في الغرب تبع الجليل ده مكان بيت بطرس اللي هو منه بطرس وفيلبس، لكن الجزء الشرقي ده يعتبر طبعا اقليم تاني، هو اقليم اسمه تراخونتيس. الاقليم ده اللي هيحصل فيه اشباع الجموع لما نوصل لها، دي لسه في السنه الثالثه. تمام، يبقى احنا كده بيت صيدا، انا قلت لسه صيدا دي لبنان في اقليم فينيقيا اسمها صيدا وليس بيت صيدا. ركزوا يا جماعه في اسماء البلاد، معلش اخلي بالكم اسماء الاماكن هناك الجغرافيه. زي ما قلت لكم في احيانا مدن في مشكله فعلا ان في مدن شبه بعض بنفس الاسم، بس ده في اقليم وده اقليم، وهي بتحصل حاليا. ساعات نلاقي قريه اسمها كذا ونلاقيها في مثلا في محافظه ثانيه بنفس اسم القريه، فهمني؟ فبيت صيدا موجوده فوق في كفر نحوم اللي هي في الجليل، هو ده مكان كان منه فيلبس. فهنا السيد المسيح يدعو فيلبس، وفيلبس بقى يبتدي يدعو مين؟ ما هو بصوا اللي يدوق ده، اللي يدوق حلاوه المسيح ما يعرفش يقعد ساكت. زي ما انتوا كده هتبقوا خدام وتدوقوا حلاوه العشره مع المسيح مش هتعرفوا تسكتوا، تلاقي نفسك بتتكلمي عنه، بتدعوا الاخرين. فهو ده اللي حصل، اندراوس راح دعا بطرس، وفيلبس السيد المسيح دعاه، ففيلبس راح دعا نسنائيل. نسنائيل ده بقى كان اسرائيلي لا غش فيه، فاكرين الايه اللي لما السيد المسيح قال عنه ده كان من تحت من بيت لحم من او من تقريبا من اورشليم، فنسنائيل ده كان اسرائيلي. فهو قال بقى هو في من الجليل حاجه صالحه، عشان كده قلت لكم هم كانوا بينظروا للجليل بنظره ايه؟ احتقار. عشان قلت لكم بتوع اليهود بتوع اورشليم بيبصوا له هو في حاجه هتطلع حلوه عدله يعني من الجليل، فما كانش مقتنع الا لما السيد المسيح قال له ايه؟ وانت تحت شجره التينه ايه رايتك؟ طب ايه تحت شجره التينه؟ التقليد بيقول ان تحت شجره التينه دي ان نسنائيل اتولد في نفس ميلاد المسيح، فايه اللي تحت شجره التينه؟
حد يعرف القصة؟ ها؟ ايه؟ قولي بالظبط. لما حصل في بيت لحم، عشان كده بنقول هو تقريبا من بيت لحم، ان لما حصل في بيت لحم وهيرودس امر بقتل الاطفال، مامته خبته تحت شجرة التين، فمحدش يعرف الموضوع اللي هو ومامته، يعني خبته كده في سبت تحت شجرة التين، وساعتها ممكن يكون ساكت مثلا كان نايم والجنود عدوا ما خدوش بالهم منه فما ماتش. فلما السيد المسيح قال له الكلمه دي هو طبعا امن بالسيد المسيح على طول، لان ما حدش يعرف الموضوع ده مين كان، هو اللي هو اللي هو والدته ده بيقول كده. القصه دي بتقال في التقليد، تمام. ونسنائيل ده على فكره هو احد تلاميذ السيد المسيح اللي هو برسلوماوس. فبعد كده بعد السيد المسيح ما دعاهم كده، يبتدي بقى السيد المسيح يذهب الى قانا الجليل ويعمل اول معجزه له. السيد المسيح في تعليمه في خدمته كان حاجتين اساسيين: تعليم وكرازه بالملكوت وشفاء مرضى وعمل معجزات. يبقى الاثنين كان شفاء المرضى، وطبعا ما كانش بيسيب حد تعبان او بيتحنن عليه، زائد تعليم برضه في المجامع ويكرز بالملكوت. نلاقي السيد المسيح بعد كده اتنقل لقانا، اهي بصوا قانا الجليل، ادي قانا الجليل. ليه بيسموها قانا الجليل؟ عشان في مدينه تانية قلت لكم اسمها قانا فوق خالص، مش موجوده هنا، بس يعني الكتاب يعني في التفاسير بيقولوا ان في قانا تانية. فقانا الجليل دي المعجزه الاولى، وتحويل الماء الى الخمر. دي اول معجزه السيد المسيح يعملها، ودي تعتبر معجزه خلق وليس تحويله، بس ان بينشئ ماده جديده مش من ماده الميه، تمام. والمعجزه دي يقول لك كده بعدها ايه؟ وامنوا بيه تلاميذه. امال هم ما كانوش امنوا؟ لا، هم امنوا كل حاجه، بس بيزدادوا بالتدرج في معرفه المسيح، بيقوى ايمانهم، بيقوى ايمانهم بالتدريج. كل ماده كل ما ايمانهم بيزيد تاكيد وقوه بايمانهم بالسيد المسيح، تمام. وده طبعا من احد الاعياد السيدية الصغرى اللي احنا بنحتفل بيه في كنيستنا القبطية. بعد كده السيد المسيح يتنقل من قانا الجليل، انا معلش عمال اروح اجواجي كده عامله لكم خيال، بس معلش. بعد كده يتنقل السيد المسيح، نشوف هيروح فين. الاول هيروح كفر نحوم، هو قبل ما هيروح بيت اورشليم هيروح كفر نحوم، ياخد الاسره اللي هي العذراء مريم يعني، ويبتدي يجي ساعتها عيد الفصح، ويبتدي يروح يحضر ايه؟ عيد الفصح الاول. يبقى كده احنا وصلنا لشهر 4 في عيد الفصح، احنا كده خليكم اهو معايا. عيد الفصح ده قلنا في شهر 4، اعتبروه زي عيد القيامه كده في نفس توقيت عيد القيامه. يبقى احنا كده وصلنا لشهر 4 في السنه الايه؟ الاولى لخدمه السيد المسيح. احنا كده في السنه الاولى لخدمه السيد المسيح. ويذهب السيد المسيح كعادتهم بعد ما راح اخذ العذراء وراح من كفر نحوم وراح على اورشليم ويحضر عيد الفصح الاول. هتقولوا لي واحنا مهم قوي نحفظ كل حاجه في كل سنه؟ لا، بص مش كل الاحداث هتتذكرها كل سنه ايه، بس انا في احداث مهمه ما ينفعش انساها. زي مثلا السنه الاولى في كل عيد فصح لازم تكون عارف المسيح ده حصل فين، دي السنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، هما ثلاث اعياد فصح يعني مش حاجه كبيره. فالفصح الاول كان لقائه مع نيقوديموس اللي هو فين؟ في اورشليم. يبقى في الفصح الاول راح الهيكل، وهناك لقى حصل ثلاث حاجات. اول حاجه تطهير الهيكل، ان هو طرد الباع والصارفه من الهيكل. طب انتوا هتقولوا لي ايه ده تصونيا؟ مش دي بتاعت يوم اتنين ايه؟ اتنين البسخه، صح ولا لا؟ مش احنا يوم اتنين البسخه برضو بنقول السيد المسيح دخل الهيكل وطرد الصارفه؟ الحادثه دي حصلت مرتين مش مره واحده. أول مرة حدثت هنا إنجيل معلمنا يوحنا يذكرها، يبقى هنا الشاهد إنجيل معلمنا يوحنا، الشاهد في يوحنا 2. يبقى في يوحنا 2 الحادثة دي كانت في السنة الأولى لخدمة السيد المسيح، في عيد الفصح الأول من الخدمة الأولى للسيد المسيح. عمل إيه؟ دخل الهيكل لقى الصيارفة طردهم، وكأنه عايز يقول لك أنت عشان تبتدي أي خدمة لازم تطهر قلبك الأول وتطرد منه كل حاجة وحشة عشان تبتدي تخدم معايا. طب وإيه تاني؟ اليهود ناقشوه برضو طلبوا منه معجزة، قال لهم انقذوا الهيكل وابنه لكم في ثلاث أيام، وكان قصده طبعا على إيه؟ على هيكل نفسه اللي هو بالموت وقيامته. تالت حاجة وفي نفس العيد حصل لقائه نيقوديموس، طبعا لما شافه وشافه بيتكلم بالقوة دي وطرد الصيارفة راح له بالليل. اللقاء ده كان لقاء خدمة فردية، سيد المسيح بيعلمكم كخدام زي ما هتخدم خدمة جماعية في مدارس أحد أو أي خدمة كانت،
انت لازم يكون خدمه فرديه. يعني نيقوديموس راح له بالليل فالسيد المسيح ما سابوش، بدا يتكلم معاه وبدا يناقشه وبدا ياكد له ان الولاده مش من الماء بس، ده الولاده من الماء والروح اللي هو قلنا عليها في انجيل معلمنا يوحنا 3 بقى، ونقول دي مقابلته مع نيقوديموس. وباذن ربنا هتاخده مع تصوني مقابلات السيد المسيح، ودي من اروع المقابلات برضه، مقابله السيد المسيح مع نيقوديموس زي ما هيقابل كده السامريه، وتاخدوها ازاي دراسه مقابله السيد المسيح، دي من احدى طرق دراسه الكتاب المقدس. هتلاقوا استمتعتوا في ازاي ان هو كلم نيقوديموس وبدا يقنعه، ومن ساعتها نيقوديموس امن، بس هو ما كانش بيبين، لكن هيبين في الاخر خالص لما السيد المسيح يكفنه مع يوسف الرامي، يعني ما اظهرش ده كل الفتره دي، اظهره في الاخر. يبقى دوت لقائه مع نيقوديموس. يبقى كده انا مهمه قوي عندي اعرف الفصح الاول ايه اللي حصل فيه يا شباب، حصل ايه؟ تطهير الهيكل، وقال لهم تحدث مع اليهود عن هيكل جسده، ان هو يبني يهد جسده ويبنيه وفي 3 ايام، هو كان قصده على هيكل جسده مش الهيكل. ولقائه مع نيقوديموس ده مهم جدا، تعرفوا انه في الفصح الاول في السنه الاولى من خدمه السيد المسيح. افتكروها كده ان نيقوديموس كان معموديه، والمعموديه لازم تبقى في السنه الاولى، ما ينفعش تبقى في الثانيه ولا في الثالثه، افتكروا يعني نعلم كده مع بعض. المعموديه دي باب الاسرار، يبقى لازم تبقى في السنه الاولى. خلاص، بعد كده يبتدي السيد المسيح بعد لقائه مع نيقوديموس يتحرك في المنطقه هنا حواليه، وعشان كده قلت لكم هو لقائه مع نيقوديموس. يبتدي السيد المسيح يتحرك، ويوحنا المعمدان يشهد يسوع للمره الثانيه. السيد المسيح بهي لقائه مع نيقوديموس دي في عيد الفصح. هو قلنا عيد الفصح شامل 3 حاجات، تطهير الهيكل، كلمهم عن ان هو يهد الهيكل ويبنيه في 3 ايام اللي هو مقصود عن هيكل جسد، وهو ولقائه مع نيقوديموس ده في عيد الفصح الاول. هو نيقوديموس ده من احد رؤساء الكهنه، واخدين بالكم؟ يعني عشان كده كان راح بيناقش المسيح، وعشان كده كلمه بالليل وفي الدره، ما كانش عايز يكشف نفسه في الاول لغايه ما يتاكد، يعني كان بيناقش المسيح. بعد كده السيد المسيح يذهب يتحرك، يعني بيتحرك حوالين، يعني ما ذكروش المكان قوي او بما قالوا في اليهوديه، اتحرك في اليهوديه. وهو هناك بيتحرك، تلاميذ السيد المسيح كانوا بيعمدوا، فيحصل ايه؟ ان تلاميذ يوحنا المعمدان بيغيروا وراحوا قالوا له الحق اللي انت شهدت له بيعمد. قال لهم طب وماله؟ ينبغي ان ذلك يزيد واني انا ايه انقص، مش انا العريس، انا صديق العريس. يبقى هنا يوحنا بيشهد للسيد المسيح للمره الثانيه، أول مرة ساعة المعمودية لما قال لهم يأتي من هو أقوى مني ويعمدكم بالروح القدس والنار، يبقى دي أول شهادة له. وتاني شهادة دلوقتي لما تلاميذه قالوا له ده الحق، قال لهم وماله؟ هو ينبغي إن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. بعد كده يجي بقى يقول لك الكتاب المقدس، بصوا بقى الجمال، دخل فين؟ دخل فين؟ بصوا على الخريطة، السامرة، برافو، دخل السامرة. يقول لك كده وكان لابد ان يجتاز السامرة. الله، هو احنا مش متعودين يا تصوني ان احنا لما السيد المسيح يروح الجليل او يطلع يلف من هنا؟ قال لك بقى كان في مقابله، في خدمه فرديه السيد المسيح عايز يعملها، فيعمل ايه؟ قال لك الكتاب المقدس لو رجعت يقول كده بالظبط، كان لابد ان يجتاز السامره. فالسيد المسيح بدل ما يرجع من اليهوديه ويطلع ويلف تاني، لا، مشي دخل السامره وراح عند مدينه ايه؟ سخار، عشان يقابل المراه السامريه. وهناك برضو تحصل مقابله رائعه من مقابلات السيد المسيح، وفيها المراه السامريه تتدرج في معرفه السيد المسيح من نبي للمسيا لغايه ما قالت له انت الرب، ففعلا وامنت بيه. لقوا كمان مكث 2 يوم في السامره، يعني مش قعد، مش مثلا بشر بالسامريه ومشي، لا، ده قعد 2 يوم في السامره، وحتى كل اهلها امنوا بيه. ماشي، وبعد كده ينتقل السيد المسيح من السامرة ويطلع على فوق، يرجع تاني لمدينة قانا، اهو يوصل تاني مدينة قانا الجليل. قانا الجليل قلنا حصلت فيها اول معجزة اللي هي معجزة تحويل الماء الى خمر. هنا يحصل معجزة تانية وهي معجزة شفاء ابن خادم الملك. لا، دخل السامرة وكمل بقى، خلاص ملفش. ما انا بقول، انا قلت لكم الكتاب المقدس طول ما هو لم يذكر السيد المسيح ما دخلش السامره، يبقى هو مشي كالطريق المعتاد من اي يهودي ملتزم. دخل السامره 3 مرات بس،
بالمره بقى طالما انتوا قلتوا على كده. الكتاب المقدس لم يذكر ان السيد المسيح دخل السامره الا 3 مرات، منهم المره الاولى هي المؤبد المراه السامريه. طب المره الثانيه والثالثه هتيجي هقولها لكم في السنه الثانيه والثالثه، بس يعني عشان تفتكروا مره لما كان ماشي مع يوحنا ويعقوب ابن زبدي وقالوا له برضه عدى من السامره، كان راجع في اخر سنه في السنه الثالثه، كان راجع من اورشليم، كان راجع من الناصره ونازل اورشليم، فكان مستعجل. هتعرفوا ساعتها ليه لما اجي ساعتها هشرحها. فكان مستعجل فخد الطريق المختصر، فلو هو ماشي في السامره قالوا له دخلوا مدينه اخرى غير مدينه سخار دي، او المدينه دي مدينه سخار ما دخلهاش، دخل مدينه ثانيه، فهناك الناس رفضوه فقالوا له نزل نار خليها تولع. قال لهم لا انتوا ما تعرفوش، انا مش جاي ايه لاهلك، لاهلك حد، انا جاي ايه عشان اخدمكم علشان ابشر، ومرفض ساعتها يهلكهم. ده الجزء المره الثانيه اللي دخل فيه السامره. والمره الثالثه اثناء في الخدمه الثالثه خالص، 3 شهور الاخرانيين اللي هو التلت الاخير من حياه السيد المسيح. السيد المسيح كان بيتمشى حوالين السامره، يعني يدخل حوالين اورشليم كده ما يدخلهاش هي، ويتمشى حواليها. فطلع السامره وقابل ال10 برص وشفاهم، اللي كان من ضمنهم واحد سامري ورجع شكر. فيبقى دي 3 مرات بس التي ذكرت في الكتاب المقدس ان السيد المسيح دخل السامره. غير كده اي وقت يقول لك انتقل ثم ذهب الى اورشليم من الناصره لاورشليم او من كفر نحوم لاورشليم، يبقى مشي الطريق اليهودي الملتزم. خلاص متفقين على كده. بعد كده وصل قانا الجليل، وهناك شفاء ابن خادم الملك. خادم الملك ده اللي هو الملك هيرودس اللي هو ماسك اقليم الجليل، اسمه هيرودس انتيباس. ده كان عنده خادم، والخادم ده ابنه كان تعبان. كان تعبان فين؟ في كفر نحوم. يعني المريض، خلي بالكم المريض كان في كفر نحوم، والشفاء تم وهو في قانا بكلمه واحده من السيد المسيح. بصوا كمان قوه الكلمه اللي بتخرج من ربنا. السيد المسيح كان في قانا، ابن خادم الخادم الملك ده راح للسيد المسيح في قانا الجليل وقال له ابني عيان في كفر نحوم. فالسيد المسيح قال له اذهب ابنك ايه خف. فراح جاي الخادم بعد كده لما رجع، روحوا اقروا الشاهد بتاعها في الجدول هتلاقوه، هتلاقوا ان الجزء دوت بيقول له ان هو سال الغلمان وقال له ده خف من امبارح، من وقت الكلمه اللي خرجت من فم السيد المسيح على ما هو وصل يعني تاني يوم، قالوا له ده خف من امبارح نفس وقت كلمه السيد المسيح لما قال له اذهب ابنك تم شفاءه. بعد كده السيد المسيح هنا بقى ما زال هو قلنا بيعمل معجزات وشفاء ابن خادم الملك. يقول لك هنا السيد المسيح يبتدي يتحرك في الجليل، نشوف هيروح فين تاني اهو مع بعض. خلاص هو كده انتهت تقريبا السنه الاولى، يعني هنا في خطبة اخر حاجه اللي هو شفاء ابن خادم الملك. يقول لك كده السيد المسيح بدا يتحرك في الجليل، ومن هنا بدانا نسمع. يبقى السيد المسيح كان لسه بيتحرك في الجليل، سمع عن مين؟ سجن يوحنا المعمدان. في الوقت ده بالظبط يوحنا المعمدان تم سجنه، وتم سجنه في قلعه اسمها قلعه ماكيروس. القلعه دي هنا تحت هنا عند البحر الميت، فشايفين بيت عبره تحتها هنا. عرفنا منين قلعه ماكيروس دي؟ من المؤرخ اسمه يوسيفوس، ده مؤرخ يهودي قال ان يوحنا المعمدان سجن هنا، هيقعد مسجون كذا وقت، يعني مده كبيره تقريبا السنه الثانيه طول خدمه السيد المسيح هو مسجون. هنسمع في السنه الثالثه ان تم قتل راس او تم قتل يوحنا المعمدان في اول خدمه في السنه الثالثه من خدمه السيد المسيح. لكن اول ما يوحنا المعمدان هنا اتسجن، السيد المسيح كان في الجليل وبدا خدمته في الجليل، وندخل السنه الثانيه لخدمه السيد المسيح. يبقى احنا كده خلصنا السنه الاولى اللي هي سنه التعارف، خلاص. وقلنا فيها اهم حاجه نعرف الفصح الاول لقائه مع نيقوديموس وكلامه عن المعموديه، ومهم قوي نعرف ان الاستعدادات البدايات كون تعود التلاميذ الخاصه اللي هم يوحنا واندراوس وبطرس وفيلبس ونسنائيل، تمام، اللي هو يبقى بارسلوماوس. بكده كون السيد المسيح الجيش جزء منه في الاول، ويبتدي خدمته في الجليل اللي هي السنه الثانيه اسمها خدمه الانتشار او الخدمه في الجليل. يبقى الاباء بيسموها اسمين، يا اما الخدمه في الجليل او الانتشار. الخدمه في الجليل، طب طبيعه الحال السيد المسيح دلوقتي كان عايش فين لمده ال 30 سنه دي؟ فين في الجليل؟ في النصر. برافو، الاول اطلع بقى من السنه دي واجيب السنه الثانيه. فطبيعي السيد المسيح يعني يخدم فين اول سنه؟ اول ما يروح طبيعي انه يروح يخدم فين؟ وسط اهله.
يعلمهم هما الاول. فطبيعي ان هو كان يروح الناصرة بالظبط كده، عايز يعلمنا ان انت لما تبقى يعني متربي في مكان يبقى ليك خير عليه، يبقى انت المفروض تروح تخدم ولاده. زي برضو ما ماري مرقص جه افتقدنا وعرفنا بالسيد المسيح. وماري مرقص اصلا من قيروان من ليبيا، فجه شمال، لولا ان هو جه هنا افريقيا وجانا مصر وليبيا ما كناش عرفنا المسيح. بولس الرسول برضو، برنابا راح قبرص، كل واحد كان من بلد بيروح تلاقيه يخدم فيها، فيبقى عليها دين ليك انت المفروض انت تربيت فيها تروح تخدمها. فالسيد المسيح عمل كده. فاول حاجه في خدمته في السنه الثانيه راح زار الناصره، بس للاسف اهل الناصره رفضوه. يعني هو رايح عشان يخدم اهل بلده لكن هم رفضوه. اهي اول حاجه بدأ خدمة السيد المسيح الجهرية في الجليل. الجهرية يعني بدأ خلاص، يعني بدأ يوصل في كل مكان يروحه يبقى فيه تجمعات. ليه؟ لأن في ناس كتير كانوا حاضرين عيد الفصح وشافوا كلام المسيح وشافوا معجزاته. فواضح إن في قلنا معجزات كتيرة ما اتكتبتش. إحنا قلنا الكتاب المقدس مش كل حاجة اللي إحنا دي الحاجة اللي وصلت لنا، لكن في حاجات إحنا معرفهاش. فيقولك كده لأنهم كانوا حاضرين العيد فأمنوا بيه، فكان ماشي بتجمع على طول. فعشان كده يسمي بدء خدمة السيد المسيح الجهرية. ويبتدي السيد المسيح اهو يروح الناصرة. يسوع يرفض في الناصرة للمرة الاولى. هو في مرة تانية زي ما بيحاول مع اهل مدينته. يعني السيد المسيح ما مثلا يعني عايز يقولك ان انت ما تزهقش من الخادم من مرة واحدة. الخادم رافض يجي، روح له مرة، استنى عليه شوية وروح له تاني، وهكذا. ففعلا السيد المسيح في خدمته في الناصرة ايه اللي حصل؟ السيد المسيح بدأ خدمته قلت لكم بالتعليم في المجامع. الجليل ما كانش فيها حاجة دي، ما فيهاش الهيكل، الهيكل في أورشليم تحت. فكانوا بيصلوا فين؟ في المجامع. المجامع دي يعني زي الكنيسة كده بتاعتهم، فاخدين بالكم يتجمعوا فيها يوم سبت، لأن طبعا يوم السبت ده كان شيء مقدس عند اليهود. فكانوا بيتجمعوا يوم السبت في المجمع. فالسيد المسيح يبتدي يعلمهم يوم السبت في المجمع. طب كان من عادتهم ان هم يقروا الاول حاجة من سفر التوراة اللي هو موسى، وبعدين يقروا جزء من اسفار الانبياء. فالسيد المسيح جه عليه الدور ان هو يقرأ من سفر اشعياء. فكان لسه بيقول لهم بيقرأ في سفر اشعياء. فهو بيقرأ في سفر اشعياء جه عليه الجزء اللي هو روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين. فهو بيشرح لهم كده، قال لهم طبعا لازم، كان من ضمن الحاجات من عادات اليهود يا جماعه عشان تعرفوا، ان اللي يقرا في المجمع لازم يكون باللغه العبريه، لكن هم كانوا بيتكلموا باللغه الاراميه. ايه الفرق بين الاثنين؟ زي العاميه والعربيه الفصحى. ما ينفع لما تيجي تقرا الكتاب المقدس بنقراه في الكتاب في الانجيل فين واحنا في القداس بنقراه بالعربيه الفصحى، لكن احنا بنتكلم مع بعض باللغه العاميه. فهو ما كانش ينفع، مش كلهم متعلمين هناك العبريه، كلهم بيتكلموا باللغه الاراميه اللي هي زي العبريه بس بالعاميه، فيها كلمات دخلت من اليونان وكده فاصبحت لغه عاميه كده زي العربي العامي اللي احنا فيه، بعض الكلمات مش عربي اساسا يعني ما هيش لغه عربيه، فاهمين؟ فلكن فما كانش كله متعلم العبري، لكن السيد المسيح طبعا لانه كان كل شيء فيه هو بيرفكت او احسن واحد، فكان هو فعلا قام اتكلم وصلى وقرا الجزء ده. فهو بيقرا لهم جزء، قال لهم انتوا عارفين ده مين؟ يعني بدا يبشرهم ان هو انا بيتكلم، ان انتوا عارفين اشعياء بيتكلم عن مين، ان انا اللي جيت، وبيبتدي يكلمهم. فطبعا تذمروا جدا على السيد المسيح، وكانوا عايزين ساعتها يقوموا ويحذفوا الناصره دي على جبل، فكانوا عايزين يحذفوه من الجبل، واخدين بالكم؟ فرفضوه. ليه رفضوا بقى المسيح ورفضوا تعليمه؟ لانهم كانوا باصين على ان السيد المسيح ده النجار بتاع القريه اللي متربي هنا، عارفين يعني للاسف بصوا لمكانته الاجتماعيه وما بصوش لتعليمه، ازاي يعني ده هيفيدنا بايه ده يعني. ومع ذلك كان عندهم احساس ان احنا الاولى، او احنا عشان احنا انت من الناصره احنا الاولى انت تعمل لنا معجزات. يعني في تضاد في الحاجتين، عندهم انانيه ان اعمل لنا انت معجزات، عايزين يصنع معجزه وايه، وفي نفس الوقت احنا مش عن ايمان، احنا يعني محتقرين السيد المسيح لانه كان نجار القريه، فاهمين؟ فعشان كده يقول لك السيد المسيح لم يرضى ان يصنع ايه واحده هناك لان ما كانش عندهم ايمان. يقول كده ان هو بس في قليلين شفاهم، اكيد كان ربنا عارف ان دولت اكيد عندهم ايمان. ويستنى السيد المسيح عليهم السنه الثانيه كلها، ما يروحش الناصره ونلاقيه في السنه الثالثه في اول السنه الثالثه يفتقدهم بزياره ثانيه، بس برضه للاسف هيرفضوه للمره الثانيه. يبقى دي المره الاولى للسيد المسيح في الناصره ورفضوه للاسف. بعد كده السيد المسيح يتحرك ويروح
على كفر نحوم عشان يحصل دعوة التلاميذ عنده بحيرة طبرية. فاكرة ما قلت لكم هيروح عند الدعوة التانية اهي، دعوة سمعان واندراوس ويعقوب ويوحنا للمرة التانية. يقول الكتاب المقدس لو رحتوا في الجزء ده ترك كل شيء وتبعاه، خلاص خصصوا نفسهم لخدمة السيد المسيح. ده كان وكأن ربنا عايز يقول لهم ما تقلقوش على احتياجاتكم المادية، خلوا بالكم. بصوا الجمال، الآباء لما فسروها قال ليه الدعوة التانية تمت مع ان هما يصطادوا سمك كتير اللي هو الأكل، عشان ما يقلقوش على معيشتهم. ما تخافوش طول ما انتم معايا، ما تشيلوش الهم، هتاكلوا وتشربوا وتشبعوا، ما تقلقوش على معيشتكم. فكان ربنا عايز يقول لهم بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعبا، الآية الجميلة دي في سفر الأمثال. بعد كده في كفر نحوم يبتدي بقى سلسلة شفاء. أنا طبعا مش مطالبة منكم ولا انتوا هتعرفوا تحفظوا كل الحاجات دي تمت امتى، بس هو الآباء لما حاولوا يربطوا حياة السيد المسيح بدأوا يجيبوا من هنا معجزة ومن هنا معجزة، لأن زي ما قلت لكم الكتاب المقدس مش مرتب في الزمن، لكن مفيش حاجة ضد حاجة، يعني كله بيكمل بعضه. يعني هنا متى حاجة قال جزء، لقى قال جزء، يوحنا قال جزء، مرقس قال جزء. وحسب كمان ما انتوا تيجوا تدرسوا المفروض الاربع اناجيل بتعرفوا هو كتبها لمين، المفروض متى كتب لمين، ولوقا كتب لمين، ومرقس كتب لمين، ويوحنا كتب لمين، لان في كل واحد بيوجه كلامه. يعني متى كان بيكلم اليهود فمركز قوي على ملك المسيح، عشان كده تلاقوه ساكر حادثه المجوس. لوقا كان بيكلم كل الامم فتلاقوه عشان كده بيركز على خدمه المسيح لكل الامم وهكذا. فيوحنا كان بيكلم عن لاهوت المسيح، كان بيأكد ان المسيح ده قلنا في البدء كان الكلمة، اللي هو مش وقت بس ما جه دلوقتي، ده ايه، ده هو مساوي للآب. عشان كده كان بيركز على كل محادثاته مع اليهود في أورشليم، فهمتوا؟ فهنا شفاء انسان به روح نجس. طبعا السيد المسيح يوم سبت وفي المجمع فبدأ يشفي الناس، طبعا بييجوا، احنا قلنا تعليم وكرازة، يبقى علمهم في المجمع وفي نفس الوقت بيشفي اي حد تعبان. بعد كده وهو في كفر نحوم مازال شفاء حماد بطرس، يبقى دلوقتي عرفنا ان بطرس بقى نقل معيشته، ما عادش في بيت صيدا، هو من بيت صيدا لكن عايش فين؟ في كفر نحوم اللي هو المكان اللي كانت عايشه فيه حماته. شفاء حماد بطرس في بيته، ويقول لك كده مساء اتوافدوا عليه الناس كلهم في انجيل الغروبه ما بنقراها. طب ليه مساء؟ ليه حد يعرف ده كان يوم ايه؟ يوم ايه؟ يوم سبت. فالسبت دوت محرج على اليهودي ان هو يمشي اكتر من حاجه اسمها سفر سبت. سفر سبت ده يعني مسافه كيلو تقريبا، فما كانش ينفع حد يمشي، فيستنوا لغايه مساء السبت. يعني اليهود عندهم اليوم يبتدي من وقت غروب الشمس، يعني اول ما تيجي الساعه 5 6 مساء يوم السبت خلاص دخلنا كده في الحد، فيبتدوا بقى يتحركوا. فيقول لك بقى مساء البيت اتزحم كله، جبع من جميع حوالين كفر نحوم والقرى جايين عايزين ياخدوا بركه المسيح ويشفي لهم مرضاهم، فهمتوا؟ وطبعا كان كل ما السيد المسيح يعمل حاجه ويشفي مريض او يعمل حاجه يوم سبت يحصل ايه؟ اليهود يحتقنوا، انت بتشفي، اعتبروا علامه الشفاء دي نوع من ممارسه الطب، كانك بتمارس عمل او مهنه الطب، انت ازاي بتشفيهم يوم سبت؟ فهنشوف بقى واحده واحده هيبتدي اليهود يحتقنوا من السيد المسيح ويتضايقوا منه. بعد شفاء حماد بطرس هو شفاء كثيرين في المساء، وقلت في المساء ليه؟ في نفس المكان. كان في شريعة موسى زي ما احنا عندنا يوم الحد هو يوم الرب، ان هو كان من ضمن الوصايا العشرة، قدس يوم للرب، تدي يوم للرب، وان انت يعني تشتغل طول الست ايام وفي يوم تديه لربنا. فهم قدسوا يوم السبت لدرجة ان هم قدسوه جدا، يعني منعوا حاجات، يعني هو ممنوع تعمل عمل رحمة يوم سبت؟ المفروض بالطبيعي لا. فانت زي ما يعني شفاء اما يلاقي واحد تعبان حتى هيجي في مره ويقول لهم انت لو لقيت خروف عندك، هما طبعا يعني اليهود دولت معروف قوي ان هم بخلاء او ان هم بيحبوا الماديات، لو لقيت عندك حيوان او خروف مرمي او عطشان هتسقيه وهتطلعه، لو لقيته مرمي في بير هتنقذه وتطلعه. طب ايش حال ابنه ابراهيم لما جه يشفي مره المراه المنحنيه؟ تذمروا، قال لهم ابنه ابراهيم دي كانت منحنيه مده معينه من الزمن، الشيطان محنيها، فازاي ما شفيهاش؟ فهم للاسف ده كان تفسير خاطئ للرؤساء الكهنة الفريسيين. انا عارف يقول لك انت واحد فريسي، فريسي يعني واحد مدقق جدا، مش صح، مش عن طريق مثلا بفهم، لا بيقول غلط، بيفسر الوصية غلط.
فكان من ضمن الوصية عليهم عندهم انه يقدسوا يوم للرب اللي هو السبت، اللي احنا بنقدس دلوقتي يوم الرب الحد. هل انت لو انت عندك امتحان هنقول لك يوم الحد ما تروحش امتحانك ولازم تيجي تحضر القداس؟ ولو ما حضرتش يبقى انت كده ما انتش بتغضب ربنا؟ ما ينفعش طبعا، صح؟ فاحنا لازم يكون يعني رحمة، الله يريد رحمة لا ذبيحة. احنا يعني المسيح ما فيش احن منه يا اولاد، يعني محبته كبيره قوي وما بيزعلش من حد، بالعكس ده بيحبنا وبيستنانا وبينتظر علينا كتير. فما ينفعش اما تيجي واحد بقى كاهن ويفسر كده. عشان كده السيد المسيح لعن الفريسيين دوت، وهيجي بعد كده في الاخر ويلعنهم ويقول لهم ويلعنهم وكمان يعني يقول لهم يا اولاد الافاعي. فشو اكتر من كده السيد المسيح؟ شوف قال لهم ايه؟ فكانوا صعبين. وبعدين قال لهم ولا انتوا بتدخلوا الملكوت ولا دعيتم الاخرين يدخلوا، يعني بتفهموهم غلط. فهمتني؟ فهنا شفاء كثيرين في المساء برضو في كفر نحوم. بعد كده يبتدي السيد المسيح يقول لك خد جوله في الجليل. طالما الكتاب المقدس لم يذكر اسم مدينه يبقى هو كان بيتجول. طب بيتجول في الجليل حصل ايه؟ شفاء واحد ابرص. البرص دوت كان عندهم ده مرض، كانوا معتبرينه نوع من النجاسة، ان انت عندك برص يبقى انت انسان خاطي وتستحق المرض ويطردوه برا المدينة. هو عشان كده يقولك في الجليل. ليه؟ لانه كان برا القرية في الصحراء، كان اي حد ابرص ما يعيش معاهم في المدينة. البرص ده هو تقريبا دلوقتي مرض الجذام، ده مرض عادي، مرض يعني ممكن يتعالج. انا عارفين ان هو معدي، بس هم كانوا بيطردوه ويقولوا له ده خطية، انت عامل خطية عشان كده اتسببت بالمرض ده لنفسك. فيفضلوا بقى يعني مشايلينه الذنب فيطردوه بره القريه. فالسيد المسيح بالعكس كان بيتحنن ويقول لك ولمسه. ليه؟ اشمعنى المعجزه الوحيده دي يقول لك ولمسه؟ عشان ياكد لهم ان مش هو دوت المعدي، مش هو ده اللي نجاسه، مش هو دي مش دوت اللي ينجس الانسان، اللي مش قلنا اللي بياكله ده اللي بيخرج منه. فتلاقي العهد الجديد بيفهمنا مفهوم جديد للنجاسه، مش اللي تاكله او المرض اللي يسبب لك النجاسه، ده مرض، لكن ايه اللي يخرج من فم الانسان المفروض، صح؟ فبعد كده ادي شفاء الابرص. يجي السيد المسيح برضو بيتنقل ويرجع تاني لكفر نحوم ويعمل معجزه اكبر وهي شفاء المفلوج. وشفاء المفلوج هنا اللي هو على السطح، يعني لما ترجعوا للخلفيات الحضاريه للكتاب المقدس نعرف ان السطح عندهم ما كانش مسلح، عشان ما حدش يقول كان قاعدين يهدوا ومش يهدوا. عارفين زي العشش الطين اللي هي في الكره زمان، عباره عن خشب وخشب وما بينهم يعملوا حصيرة، وفوق الحصيرة يحطوا طين كده عشان يتزقوا في بعض، تمام؟ عشان كده في الشتاء لما كانت المية تنزل ممكن الطين ده ينبت أعشاب، فيقولك عشب السطوح. في أحد المزامير يقولك إيه الذي يزبل مثل عشب السطوح؟ إيه عشب السطوح ده؟ العشب اللي فوق السطوح البيوت. نتيجة إيه؟ زي ما بقولك عواميد، وبعدين تحط حصيرة، حصيرة دي اللي هما بيعملوها من الخوص يحطوها ما بين العواميد، وبعد كده يقوموا عاملينها بطين عشان يلزقوها. ديت بيوت الناس الفلاحين في الكرة بالظبط، فاهماني؟ فلما راح الشفاء المفلوج نقبه فكانت سهلة، هنشيل سهلة ويشيلوا الخوص ويبتدوا يدلدلوا المفلوج. من ساعة المعجزة دي قال له هو قال للمفلوج قال له إيه؟ مغفورة. من ساعتها بقى اليهود إيه ده؟ يعني أنت كسر وصية السبت وكمان بتعادل نفسك بالله وبتقول مغفورة لك خطاياك؟ تعالوا بقى بصوا التالتة كمان. كل ده اليهود عمالين يشحنوا، ماشي؟ فالتالتة ايه بقى؟ بعد ما السيد المسيح شفى المفلوج يقول لك قابل مين؟ دعوة متى والوليمة التي أقامها ليسوع. مين متى ده بقى؟ كان مين؟ كان لاوي العشار. والعشار دي فئة مكروهة تماما من اليهود، عاملين زي جامع الضرائب، زي الضرائب كده، ضريبة هنا الضريبة، احنا بندفع الضريبة دي عشان للدولة، تمام؟ كان زمان بقى الضرائب دي عشان واحد يجمعها ويدوها للرومان محتلين. واحد كده يطلع من العشارين دولت اللي هو اليهود يقول للدوله الرومانيه انا هجمع لكم، تمام؟ انتوا عايزين كام؟ 100 مثلا، 100 دينار مثلا، حاضر انا هجيب لكم 100. يروح هو بقى يجمع 300، يجمع 500، هو شطارته يقرفهم ويضربهم ويجيب معاه جنود، بقى كانوا بيطلعوا معاه جنود ويجمع اللي يقدر عليه يديهم هو وهو يكسب. فكانوا بيحوشوا فلوس كتير، عشان كده كان زكى العشار معاه اغنيه بيقول انا ظلمت ناس كتير، وهكذا. كان متى كان من ضمن فئه العشارين، فكانت فئه مكروهه تماما من شعب اليهود، يعني عارفين ان هم ناس ظالمه وناس ايه طماعين وبيجمعوا الاموال، فما كانوش بيحبوهم. فيقوم السيد المسيح كمان مش يكتفي ان هو يدخل ويحضر معاهم وياكل، لا ده كمان دعا واحد منهم اللي هو متى
واصبح متى وساب كل شيء وترك كل شيء. ومتى بقى من حلاوته زي ما قلت لكم اللي بيدوه حلاوه المسيح يروح يبشر عنه، يقوم عامل ايه متى؟ يروح يعزم كل العشرين اصحابه ويجمعهم ويعزم المسيح عشان يدعوهم. يقال كده احد الاباء قال مره ان زكا لما راح بعد كده في اخر سنه للسيد المسيح وكان عايز يشوفه اصله كان سمع عنه من متى لما حضر مع الوليمة، فعشان كده لما جه يمر عنده في أريحة مكان زكا بقى ساعتها آخر سنة في خدمة المسيح، يقولك كان عنده اشتياق إنه يشوف المسيح. فالاشتياق ده جاله منين؟ بيقولوا يعني الآباء بيفسروا إن هو كان واحد من ضمن اللي معزومين أكيد في إيه؟ في وليمة متى دي. فهمتوا؟ ففعلا يعني بصوا كل حاجة يعني ربنا بينخس القلوب، زي ما برضو بولس الرسول كده مع لما كان شاول وكان واقف عند استفانوس وهو بيترجم، كان برضو السيد المسيح يعني ربنا كان بينخس في قلبه لغاية ما جابه، وهكذا. فكل واحد السيد المسيح له طريقته يجيبه. فهنا متى جه، فأصبح بقى اليهود بقى متضايقين من السيد المسيح في ثلاث حاجات: كاسر يوم السبت، وصية يوم السبت، ان هو معادل نفسه لله بيقول مغفور لك خطاياك، ثالث حاجة ان هو مخالط العشرين والخطاة. ثلاث حاجات تذمر اليهود عن المسيح، تمام؟ التلاتة دول خلوا اليهود يبتدوا يفكروا بقى ان احنا ازاي نتخلص منه. احنا كده في السنة التانية لخدمة السيد المسيح، يجي عيد الفصح شهر 4 في السنة التانية، احنا في السنة التانية لخدمة السيد المسيح. عيد الفصح التاني كان شفاء مريض بيت حزدة. ببصوا كنيستنا ماشية بالترتيب اهو، حد السامرية كان في السنة الاولى، بعديه مريض بيت حزدة في السنة التانية، مولود اعمى كان في هيبقى في السنه الثالثه ان شاء الله، تمام؟ ماشيين بالترتيب اهو، افتكروها بقى. يبقى الاحاد بتاعه الصيام المقدس ماشيه بالترتيب. حد السامريه، خلي بالكم الابن الضال ده قصه او مثل مش حدث، في فرق ما بين المثل والحدث. الحدث يعني حاجه حصلت بالفعل، المراه السامريه ده حدث مقابله تمت ما بين المسيح والمراه السامريه، تمت في السنه الاولى من خدمه استاد المسيح. نيجي يبقى الحد اللي بعده حد ايه؟ حد المخلع، صح؟ اللي هو مريض بيت حزدة، هو ده مريض بيت حزدة، هو المخلع اللي بقاله 38 سنة كان نايم على بركة، هو ده المريض، تم في عيد الفصح الثاني برضو من خدمة السيد المسيح. وطالما السيد المسيح اتنقل وراح أورشليم، طبعا برضو مشي كان معتاد، طالما ما ذكرش انه دخل من السامرة، يحصل منه بينه وبين اليهود ورؤساء الكهنة مباحثة، ويقولوا له انت بتعمل ازاي دي، يقول لهم انا مساوي للآب، وهكذا. كل ده نقراه في انجيل معلمنا مين؟ يوحنا، اللي انفرد بمحادثات السيد المسيح مع مين؟ مع رؤساء الكهنه. يبقى هنا عيد الفصح الثاني مهم قوي تعرف ايه الحدث اللي فيه، وديني جبت لكم تفكركم بايه؟ باحاد الصيام، تفكركم السنه الخدمه الاولى والخدمه الثانيه. بعد كده السيد المسيح ما يخلص العيد، عشان كده قلت لكم السنه دي معظم خدمته في الجليل، يا دوبك نزل حضر عيد الفصح وتجادل مع رؤساء الكهنه وشاف مريض بيت حزده ورجع تاني. فكل يعني هي دوبك ال 10%، انا قلت لكم 90% في الجليل، ال 10% اللي هي زيارته في العيد، وبعد كده رجع تاني لكفر نحوم وشفاء ذو اليد اليابسه في يوم سبت، برضه يوم سبت. هم اعتبروه زي ما قلت لكم بداوا يعني متذمرين جدا ازاي تشفيه يوم سبت. وازاي المسيح كان برضه عمال ياكد لهم ان السبت جعل من اجل الانسان وليس ايه؟ وليس الانسان من اجل السبت. بعد كده وبدأوا بصوا بقى شوفوا بدأت الايه الحكاية ايه؟ تشاور لإهلاك الرب يسوع، مع ان حماس الشعب وصل لأقصى، يعني الشعب كان متحمس جدا بيه ومؤمن قوي بالمسيح وطبعا فرحان، وفي نفس الوقت اليهود بدأوا يتشاوروا على لقاء القبض، يعني يتشاوروا عايزين نهلكوا، يعني لسه مفيش قبض ولا حاجة، بس بدأوا يفكروا ان ايه ده؟ ده انسان زي ما قلت لكم التلات اسباب اللي انا قلتها بدأوا يترصدوا له اي حاجة. يجي بقى السيد المسيح عايز بقى يدينا الوصية بتاعته، عايز يدينا دستور الحياة المسيحية. طب قبل ما يدينا دستور الحياة المسيحية لازم يأكد مين التلاميذ بتوعه، وهنا يبقى دي مهمة قوي، الحدث ده مهم بل من أهم الأحداث في السنة التانية، وهو اختيار الاثنى عشر تلميذ. ابتدى السيد المسيح يسميهم بالاسم ويسميهم، وقلت لكم من ضمنهم بارسلوماوس اللي هو دعاه فيلبس اللي كان اسمه قلنا ايه؟ نسنائيل. نسنائيل هو بارسلوماوس، ويبتدي يدعوهم 12 تلميذ، وكان للاسف طبعا من ضمنهم يهوذا الخائن. خلاص، بعد ما السيد المسيح بقى افتكروها على طول، بعد ما يختار ال 12 تلميذ ايه اللي يحصل؟ الموعظه على الجبل على طول. بقى دي دستور الحياه المسيحيه. انا عايز بقى اديكم، مش موسى ادى الشريعه
وده بقى زمان الوصايا العشرة، انا بقى تعالى اقول لكم كان مكتوب، بس انا اقول لكم بقى هكمل لكم دستور الحياة المسيحية، كمال الحياة المسيحية. هو لم يأتي لينقض بل ليكمل، يعني السيد المسيح في كلامه حتى معاهم في الموعظة على الجبل كان بيقول لهم دستور الحياة المسيحية، يقول لهم كده: قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم. يكمل الحياة المسيحية يعني يزودها، يعني يقول لك الزنا حرام، أو الزنا حرام طبعا خطية، لكن أنا بقول لك لو شفت امرأة واشتهتها تزني بيها، يبقى كمال، كمال الحياة المسيحية. مش معنى كده أنه هو لغى الأولانية، لا، ده إضافة إليك. يبقى الوصايا العشرة مضاف إليها ايه؟ مضاف اليها الموعظة على الجبل، هو ده دستور الحياة المسيحية. عشان كده انجيل متى انفرد بان هو كتبه على 3 اصحاحات، ماشي؟ لان انجيل التانية يمكن اختصروه شوية، بس انجيل متى قالوا بالتفصيل جامد اللي هي الموعظة على الجبل، من اهم الاحداث في السنة التانية. يبقى السنة التانية اختيار التلاميذ، كون الجيش اهو الصف الاول، وديهم بقى الدستور اللي هيمشوا عليه وينقلوه للمسيحيين كلهم. بعد كده يقول السيد، يقول شفاء قائد المئة. كل ده يا جماعة في الجليلة هو، أو بالقرب من نحوم، أو بالقرب من كفر نحوم، الموعظة على الجبل، يعني جبل قريب في الجليل، برضو جبل في الجليل قرب كفر نحوم. شفاء عبد قائد المئة، وهنا السيد المسيح شكر أو مدح إيمان قائد المئة، يعني عايز هو يقول لكم. والحادثة دي تلاقوها في إنجيل لوقا، ليه؟ عشان ده أممي، تلاقي انجيل لوقا مهتم قوي عايز يقول لهم برضو ان المسيح مش جيل اليهود بس، خلي بالكم ده هو لينا كلنا، خلاص. بعد كده يجي السيد المسيح يتنقل من كفر نحوم ويروح ايه؟ نايين. نايين دي في الجليل، ويحصل ايه؟ اقامه ابن ارمليه نايين. هو كم مره كان السيد المسيح ذكر في الكتاب المقدس ام موتى؟ كم مره؟ ايه ادي نايين في انت مين تاني بتقول؟ لعازر، ابنة يايروس، والرابع مين؟ هو قام بسلطان لاهوته. برافو. يبقى هم 4 ذكر في الكتاب المقدس، كان هم 4 بس. انا على يقين وعمل معجزات قلنا كتير، واقام موتى كثيرين، بس ما ذكر في الكتاب المقدس هم 3، والرابع هو اقام نفسه بسلطان لاهوته. يبقى دي اقامه ابن ارمله اتنين، وزي ما انت قلت، وابنة يايروس، والعازر من الموت. بعد كده بصوا بقى تعاليم مستمره بقى الجليل، وهو في الجليل لسه مسيرنا نسمع ان يوحنا المعمدان فين؟ في السجن. السنه الثانيه يوحنا المعمدان في السجن. طب هو يوحنا المعمدان كان محتاج ياكد شهاده لنفسه عن المسيح؟ لا، بس ايه اللي حصل؟ تلاميذ يوحنا المعمدان كان لسه بيظروف السجن. طب هو عايزهم خلاص انسوني، ينبغي ان ذلك قلنا يزيد اني انا انقص، فعايز يعمل ايه؟ قال لهم روحوا للمسيح اسالوه هل انت، ولا ننتظر حد الآتي. هو مش عشان شاكك، ده هو عشان هم اللي يأمنوا، وكأن إن كلمة ربنا لما هتخرج من فمه ويشوفوا أعمال السيد المسيح يتبعوا إيه؟ السيد المسيح. فهنا يقول لك تساؤل يوحنا المعمدان عن يسوع وإجابة الرب له. هو كان تلاميذ يوحنا وربنا جاوبهم عشان إيه؟ يأمنوا بيه. وبعديها على طول نلاقي بقى السيد المسيح يشهد هو ليوحنا ويقول عليه إن هو أعظم مواليد إيه؟ النساء. بعد كده تيجي قصة في كفر في الجليل، ما قالش فين بالظبط في الجليل، يبقى احدى قرى الجليل. امرأة خاطئة تدهن يسوع بالأطياب. الكتاب المقدس يذكر ان 3 مرات او 3 حوادث اتذكر فيهم ان السيد المسيح تم تطيبه بالطيب الأطياب دي، من ضمنهم هي دي المرأة الخاطئة، راحت في بيت سمعان الأبرص ودهنته بالطيب. دي القصة، دي الانجيل اللي بنقراه في السنة الثانية، فين؟ في الجليل. قصة لا غبار عليها ومحدش مختلف فيها، تمام؟ أصبح في حادثتين تانيين، واحدة يوم سبت لعازر، أما بيقولوا أخت لعازر دهنته بالطيب في الحفلة بتاعت إقامة لعازر، ويوم 4 أيوب يقال إن في واحدة طيبته لم تذكر اسمها في الكتاب المقدس. الحادثتين دول آباء المفسرين في الكتاب المقدس اختلفوا إن قد تكون حادثة واحدة مش 2، قد تكون. بصوا مفيش تأكيد، بس ليه الآباء بيقولوا كده؟ عشان الحادثتين دول بتوع سبت العازر وبتوع لما نيجي نشرح أسبوع الآلام وبتوع 4 أيوب، الحادثتين دول كان نفس تذمر يهوذا الخائن لما قال كان خسارة الفلوس دي وناخدها واشترينا بيها حاجة للفقراء، فنفس التذمر، فقالوا قد تكون الحادثة واحدة مش 2،
بس معلمنا مثلا هنا قال جزء يعني معلمنا يوحنا هو اكدوا ان معلمنا يوحنا هو اللي اصح ان هو يوم سبت العازر، وان معلمنا متى ومعلمنا مرقس ذكروها يوم اربع ايوب عشان يربطوها بس بخيانه يهوذا، ان بصوا يهوذا كان بيحب الفلوس ومش عايز يطيب المسيح، والست ايه جت طيبته بفلوس كثير يعني بطيب كثير الثمن. ايا كان كنيستنا بتحتفل بيها ثلاث مرات، كانوا اتذكروا ثلاث مرات خلاص، يبقى احنا ايه بنحتفل بيها ثلاث مرات. ادي حادثه المراه الخاطيه، دي بتيجي في السنه الثانيه لخدمه السيد المسيح في الجليل، ودي اللي بنقراها كلنا في صلاه الخدمه الثانيه في صلاه نص الليل خلاص. دي المراه الخاطيه وفي الجليل وفي السنه الثانيه لخدمه السيد المسيح، مفيش كلام عليها، دي فعلا حصلت خلاص. والحادثتين التانيين زي ما قلت لكم في اسبوع الالم، قربت اخلص خلاص السنه الثانيه وهنوقف عند كده، انا حاسسكم خلاص تعبتوا، هنوقف عند السنه الثانيه وهقابلكم بقى ان شاء الله يوم جمعه ختام الصوم متهيألي، اديكم بقى لسنه الثالثه واسبوع الالام عشان تبقوا داخلين اسبوع الالام جاهزين كده تمام، وناخد احداث اسبوع الالام لانها جميله جدا. فهنا خلاص احنا بنخلص السنه الثانيه، هي احداث متتابعه زي ما قلت لكم، اهم حاجه تعرفوها عيد الفصح الثاني واختيار التلاميذ والموعظه على الجبل، الباقيين كلها بقى شفاء انسان به روح نجس وتوبيخ الفريسين. اهو بيتنقل، بصوا يا شباب بيتنقل جوه الجليل من نايين لكفر نحوم من اي منطقه في الجليل. كان السيد المسيح يقول لك يطوف وايه يطوف كل الكرة، يطوف يصنع خيرا، يجول يصنع خيرا، فهمتوا؟ فكان ما كانش بيقعد، ليس له اين يسند راسه، خدمه متواصله، خدمه متواصله جباره. وهنا هو شفاء انسان بيروح نجس وتوبيخ الفارسين، كان هنا اول مره يوبخهم، ليه؟ لانهم اتهموه، يعني عارفه يعني عارفين مش لاقيين حاجه يمسكوه فيه، فقالوا له انت رئيس الشياطين. هو قال لهم ما ينفعش، هو فين ينفع رئيس الشياطين يخرج شياطين؟ فعشان كده وبخهم لانهم اتهموه ان هو برئيس الشياطين يخرج الشياطين. بعد كده يسوع يطوب الذين يسمعون كلام الله، يعني طوبى لكل انسان يسمع كلام ربنا. يعلق على طاب الفريسين، قال المرة الأولى، طبعا هو كان واثق ان هم بيجربوه أو بيتصيدوا في مرضاش، وقال لهم آية يونان النبي، وطبعا بيفكرهم بيونان عشان يتوبوا يعني. أم يسوع وإخواته يطلبون أن يروه، طبعا السيد المسيح إخواته هم مين؟ ولاد خالته. كان في عند اليهود عادة أن الولاد الخالة هم الإخوات، زي ما كانوا يعني ولاد الخالة زي الإخوات بالظبط، فولاد خالة العذراء مريم وأخت العذراء مريم ولادها كانوا بيسموها اخوات يسوع. يبقى ما نعرف كتاب المقدس اخوات يسوع، يسوع ما كانش الاخوات، عذراء مريم هي عذراء وما زالت عذراء، يعني بعد الولاده هي عذراء وما زالت عذراء، لكن بعد لكن ام يسوع واخواته هم اولاد خالته. النطق بالولايات على الفريسين، اهو انا قلت لكم دي اول مره هينطق الولايات على الفريسين، وهينطق تاني يوم ثلاث البسخه برضو ويلات على الفريسين. يسوع يخاطب الجموع عن الثقه بالله ويحذرهم من الغماس في الماديات، ده تعليم بقى تعليم. انا بصوا هستمر بتعليم ملاحظات يسوع عن قتل الجليليين. انا مش عارفه انتوا عارفين قصه الجليليين ولا لا، بس بسرعه كده، الجليليين دول كانوا ناس تبعوا يهوذا الجليلي، ودول اتقتلوا على المذبح، يعني كانوا عاملين ثوره، يعني على ناس سياسيه وعملوا ثوره، فهيرودس بعت ناس قتلهم على المذبح، فطبعا ان واحد يتقتل على المذبح دي جامده قوي، فقالوا له دولت اتقتلوا على المذبح، ودولت ناس وحشين جدا عندهم، يعني عارف يعني اللي يحصل له مصيبه يبقى وحش؟ لا، المسيح عايز يقول لهم ايه؟ ان مش اي حد، يعني مثلا تسونامي دي اللي هي الموجه بتاعت، هل دي عشان حصلت يبقى الناس اللي دولت وحشين؟ لا، الموت هيجي، المهم الانسان يكون تائب ومستعد، مش معنى ان انسان وحش يبقى تعرض لتجربه، لا، ايوب كان بار وكويس وتعرض لتجربه. مش شرط الانسان الوحش، ما بنربطش ان الانسان الوحش او انسان حصل له مصيبه يبقى ده وحش، او حصل له كارثه طبيعيه في بلد معينه عشان هم وحشين فيستاهلوا، ما نربطهاش ابدا كده. المسيح عايز يعلمنا النقطه دي، عشان في ناس ساعات بتربطها ابدا. ربنا الموت جاي باي طريقه جايه هيجي بيه، ايا كان بكارثه او مصيبه او حادثه حصلت، المهم الانسان يكون مستعد، تايب ومستعد، تمام. بعد كده امثال بقى، بصوا السيد المسيح انفرد في الجليل في المنطقه دي بذكر الامثال، ومن ضمنها امثال الزارع، زوان الحقل، البذر الذي ينمو في الخفاء، حبه الخردل، الجنس المخفي، اللؤلؤه، كلها لها علاقه بالزرع او الصيد، لان هم على بحيره طبريه مشهورين بالصيد، في ناس صيادين
ما يفهموش الا في الشبكه واللؤلؤه والحاجات اللي بيصطادوها، لان اللؤلؤه دي بتخرج من الصدف اللي في البحر، فيفهموا لما يديهم مثل. شفتوا جمال المسيح بيبسط الدنيا ازاي؟ وبعدين مثل الزارع ياخدهم ويطلع بيهم على المزارع ويقعد في وسط الجناين، ياخدهم ويطلع على البحر، كان يقف هو في المركب وهم يقعدوا على الشاطئ ويكلمهم. فاكرين زي مين اخر شهيد قدمته كنيستنا في اسكندريه؟ ابونا مين؟ ابونا ارسانيوس. خد ولاده وراح على البحر وتم واستشهد، صح؟ هو كان بيتعلم عن المسيح، المسيح عمل كده، المسيح كان بيعمل كده، واحنا بنتعلم من المسيح. كان ياخد ولاده ويطلع. فليه بقى؟ بيهم الراحه النفسيه، يعني مش جايه لبيتكم انتوا تبقوا نفسيتكم مرتاحه، سواء في الزرع والاماكن الحلوه، سواء على البحر، وفي نفس الوقت تبقوا ملتقين التعليم وانتوا مرتاحين وانتوا نفسيتكم حلوه. شفتوا ان ربنا ازاي حتى في النفسيه واخد باله مننا، ان الراحه النفسيه، وبعدين بينزل مع البسطاء يعلمهم بالامثال، ويطلع مع الشيوخ الكهنه في انجيل معلمنا يوحنا ويكلمهم في اللاهوت ويناظرهم في الكلام الصعب. يبقى مع البسطاء نكون ايه؟ بسطاء، نعلمهم بامثال وننزلهم التعليم بطريقه مبسطه كده، احنا برضو بنتعلم من السيد المسيح. بعد كده بالقرب من بحر الجليل اجابه يسوع على ثلاثه يرجون اتباعه، اللي هو قال لهم شروط التبعيه، اللي هو من يحمل صليبي ويتبعني، ان لازم كل واحد يحمل صليبه، وكل انسان يبقى مبسوط بصليبه، يعرف ان صليبه ده هو اللي هيدخله السماء، ايا كان بقى كل واحد صليبه ايه. بعد كده معجزه تهدئه العاصفه اللي هي في بحر الجليل، لما هدى العاصفه، لما كان نايم في المركب وقام وهدى العاصفه ويقول لتلاميذه امنوا بيه. طبعا ايمانهم زاد، زي ما انا قلت كلمه ايمانهم، ايمانهم كل مدى بيزيد في ايمانهم في رحلتهم مع السيد المسيح، كل مدى ايمانهم بيزيد. بعد كده يوصل السيد المسيح اما يقول لك وذهب الى العبر، العبر يعني عبر البحيره، فهو ذهب من راح هو الشاطئ الشرقي لبحر الجليل وشفاء مدينه في قريه الجداريين. فاكرين لما قلت لكم فين الجداريين دي؟ استنى امسح ابعدها كده عشان اوريها لكم، اهي بصوا اهي قريه الجرجسيين اهي، بصوا البحيره اهي، هو عبر من كفر نحوم وراح اهي قريه الجرجسيين اللي هي في المدن العشر. تم هنا شفاء المجنونين وخروج الروح النجس في الخنازير لما رموا نفسهم في البحيره، وبعد كده رجع السيد المسيح تاني الى كفر نحوم. يبقى كان متنقل على طول عبر البحيره بالمراكب، تمام؟ البحيره دي كان بيحصل فيها عاصف جامده جدا لانها مكان منخفض جدا وسط جبال، فكان في الشتاء بيحصل، رغم ان هي صغيره مش كبيره، لكن نتيجه ان هي مكان منخفض وسط جبال، نتيجه لتغيير درجه الحراره من سخن وسائع، فبيحصل فيها عواصف جامده جدا. عشان كده يقول لك العواصف كانت المركب هتتقلب. بعد كده اقامه ابن اليالوس وشفاء المراه نزيفه الدم، وهو في الطريق واخد ابو البنت، ابو اللي هو يايروس ده، ورايحين عشان يتم شفائها، حصل في الطريق اللي هي نزفه الدم لما لمسته وذكرها الكتاب المقدس، وقوه خرجت ايه منه، وبعد كده راح تم اقامه ابنه يايروس. بعد كده شفاء الاعميين دولت برضو كلها في الجليل، وشفاء الاخرس المجنون، كل دي. وبكده تنتهي خلاص، وبكده تنتهي الخدمه الثانيه لحياه السيد المسيح، وكلها زي ما قلت لكم اهي، ان لم يكن كلها 90% فين؟ في الجليل. يبقى بنسميها سنه الانتشار او سنه الخدمه في الجليل. اللي عنده اي سؤال في حاجه تمام. اشوفكم بقى على خير في السنه الثالثه مع اسبوع الالام، عشان يا ريت ده بقى مهم جدا عشان تعرفوا حدث اسبوع الالام، كل حدث ايه يوم بيوم، وتمشي فيه مع رحله مع السيد المسيح. اشكركم.